الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها النائب الأول يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السجن المركزي. أمة 2023، جهود متعددة لوزارة الداخلية في حماية الانتخابات. الكويت تؤكد تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة وصولاً إلى منظومة الاستقدام الذكي. وزيادة توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في السنوات المقبلة وفقاً لمدير الهيئة. ومن العناوين إلى التفاصيل: أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً وزارياً بإيقاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة للتحقيق بالأحداث التي وقعت أمس الثلاثاء في السجن المركزي. قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بجولة تفقدية لعدد من مراكز البصمة البيومترية للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين، وأكد أن مشروع البصمة البيومترية يساهم في توافر قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض الكويت ويبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الداخلية تؤكد على ضرورة تسخير كافة الإمكانات وتدليل كل العقبات أمام المواطنين والمقيمين للتسهيل عليهم في الحصول على البصمة البيومترية. وأشار الفريق البرجس بأنه لا توجد موانع للسفر دون أخذ البصمة البيومترية، حيث أنها مطبقة فقط أثناء العودة إلى البلاد. تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة في محاربة الظواهر السلبية التي تواكب الانتخابات من عمليات شراء الأصوات وغيرها بشكل حازم وحاسم لحماية العملية الديمقراطية وصوت المواطن الكويتي. الزميل أحمد العنزي سلط الضوء على هذه القضية. كثفت وزارة الداخلية إجراءاتها وتحرياتها لمكافحة جرائم الانتخابات، واستنفرت كافة قطاعاتها قبيل الانتخابات التي ستجرى في 6 يونيو لعام 2023 لضبط كل من يشوه العملية الديمقراطية. عملية شراء الأصوات تعتبر جريمة انتخابية، هذه الجريمة الانتخابية المكلف بالكشف عنها وملاحقتها، بل إن المكلف في ملاحقة التحضير لهذه الجريمة هو وزير الداخلية. فإذا ما قام به وزير الداخلية الكويتي من خلال فريق العمل في وزارة الداخلية إجراءات سليمة، إجراءات صحيحة. وزارة الداخلية صراحة متخذة قرارات وإجراءات جيدة ومناسبة للحد من جريمتين والسيطرة عليها أو منعها والقضاء عليها، هي شراء الأصوات والفرعيات. طبعا تطبيق القانون والحزم في تطبيقه وتشكيل فرقة أمنية متخصصة لتلقي البلاغات ومتابعتها هذا أمر جيد، خاصة أن الفرقة هذه تكون بالإدارة العامة للمحاكم الجنائية بحيث سرية المعلومات اللي متلقينها وسرية العمل فيها. يعني ظاهرة شراء الأصوات ومحاربة الفرعيات على رأس أوليات وزارة الداخلية لمحاربتها قبل الانتخابات، والتي أكدت على التصدي لجرائم الانتخابات وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليبها والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة، بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الصباح. المفروض في الحقيقة أيضا من الأشياء الإضافية في أكو جرائم قاعد تصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني قانون الانتخاب في المادة 44 منه أنه صراحة على أنه لا يجوز المساس بسمعة أحد المرشحين بصورة غير صحيحة، ومن ثم التعرض لشخصه بغرض وبهدف شنو؟ وبهدف التأثير على سمعته الانتخابية. هذه خلينا نقول التعرضات والمساس بسمعة الآخرين
بغرض بغرض واضح، الغرض هو ان يؤثر على بقيه على الناخبين لعدم انجاحه، فإن هذه جريمه انتخابيه. انا اتمنى من الحكومه صراحه ان هي تحرص على انشاء المفوضيه العليا للانتخابات. هذه المفوضيه راح تكون تراقب كل اعمال الانتخابات من بدايتها الى انتهاء العمليه الانتخابيه، تصويت ما تصويت. هذه تسمح للكثير من المواطنين المهضوم حقهم بالمشاركه بالانتخابات. مثلا على سبيل المثال اليوم طلبتنا بالخارج، ليش ما شاركوا بالانتخابات؟ ايش اللي يمنعهم؟ كل دول العالم ترسل ناس من المفوضيه العليا بالسفارات يصوتون. انا حاليا نعم راضي، واتمنى ان ايضا النيابه تكون صارمه في حجز كل واحد يقوم بشراء الاصوات وعرضه سريع للمحاكمه. واتمنى انا، وهذا طبعا امنيتي، ان اي واحد يتهم في شراء الاصوات يستبعد من العمليه الانتخابيه، لو كان اي مرشح، لو كان عضو سابق يستبعد على طول. جهود رجال وزاره الداخليه ومن خلال الفرق المشتركه المشكله تمكنت من ضبط عدد من المتهمين وكشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين، وذلك ضمن جهودها المبذولة وتدعيماً لضمان نزاهة الانتخابات. أحمد دانيزي لقناة اي تي في العدالة. أعلنت وزارة الصحة إتمامها الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 6 يونيو المقبل بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس وتزويدها بفني الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف وتهيئة البيئة المناسبة لسلاسة الاقتراع. قال مدير إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة الدكتور أحمد الشطي إن الوزارة تعمل على تجهيز 125 موقعا للاقتراع في اللجان الرئيسية والفرعية وعيادة في كل لجنة تضم ممرضا ومسعفين 32 سيارة إسعاف بواقع 5 سيارات بكل محافظة. كما تم تجهيز الإسعاف الجوي لأي طارئ إضافة إلى 700 فني طوارئ في الميدان. تقدم وزير الصحة دكتور أحمد العوضي بخالص شكره وتقديره لجميع الموظفين المشمولين بقرارات تسوية خدماتهم للتقاعد، وثمن العوضي ما بذلوه من تفان وإخلاص في خدمة وطنهم طيلة فترة عملهم، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل قادم أيامهم خيرا وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية. أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة لديها وصولا إلى منظومة الاستقدام الذكي للعمالة. وقال مهدي في تصريح صحفي على هامش إطلاق تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2023 إن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عدة عناصر رئيسية تتضمن ميكنة اختبارات مهنية للعمالة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي. وأضاف أنه يتم تحديد أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في القطاع الأهلي. وقع رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان اتفاقية مع نظيره الأثيوبي بهدف استقدام العمالة، وستتيح الاتفاقية توفير عمالة منزلية من أثيوبيا بعد حصولها على التدريب المناسب، فيما هناك 600 وكالة توظيف تعمل تحت إشراف الاتحاد الأثيوبي للعمالة المنزلية ستشارك في توفير العمالة للكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقبس. أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي العميري اليوم أن تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل يعد استثماراً حقيقياً في المجتمع مع دخول مسارات وظيفية مختلفة. وفي تصريح أدلت به على هامش ملتقى توظيف مخرجات حملة شركاء لتوظيفهم الدفعة الرابعة الذي تنظمها الهيئة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية
التنمية المجتمعية، وشددت على حرص الهيئة على زيادة أعداد نسب توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في السنوات المقبلة بالقطاعين الحكومي والخاص. نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الجهراء جولة تفتيشية على منطقة كبد لتأكد من تطبيق الضوابط وشروط البلدية بالتعاون مع اللجنة الثلاثية، وزارة الداخلية والقوى العاملة وهيئة الزراعة والثروة السمكية. أسفرت عن ضبط 3 جواخير تم استغلالها لغير الغرض المرخص لها، وتحرير 3 مخالفات حول استغلال الحيازة لغير الغرض المرخص له. وأكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة المهندس ثوين المطيري أكد مواصلة الجولات التفتيشية على جميع مناطق المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين. أعلنت الهيئة السعودية للفضاء نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريانا برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلهما وطاقم المهمة بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية استغرقت 8 أيام. وأوضحت الهيئة أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت بسلام في مياه المحيط الأطلسي، حيث سجلت المملكة نفسها ضمن عدد قليل من الدول التي يمارس فريق منها مهمات علوم الفضاء والرحلات البحثية في المدار حول العالم، وذلك ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء. ونجح الرائدان السعوديان بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهم إلى الأرض. يدخل منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد معسكرا داخليا غدا، وذلك لبدء مرحلة الإعداد الأولى لبطولة كأس العالم للشباب المقررة في يونيو المقبل في ألمانيا واليونان، على أن ينتهي المعسكر في 6 يونيو المقبل، وبعدها يتجه المنتخب مباشرة إلى سلوفينيا في 7 يونيو لاستكمال مرحلة الإعداد بمعسكر خارجي. وتضم مجموعة منتخبنا الثالثة في مونديال الشباب كلا من البرازيل وكوستاريكا والبرتغال، إذ تأهل أزرق الشاب بعد حصوله على برونزية بطولة آسيا للشباب الأخيرة.